التلويح بالحرب أخطر ما يعتمد عليه الرئيس الأمريكي كأداة للردع. هل ترتدع بيونغ يانغ أم تواصل التصعيد؟ شرارة الحرب قد تنطلق إذا نفذت كوريا الشمالية ما توعدت به بإغراق الغواصة النووية وحاملة الطائرات الأمريكيتين اللتين نشرتهما واشنطن في المياه الكورية الجنوبية. يبدو أن الرئيس الأمريكي يدرك جيدا خطورة قرار إعلان الحرب على بيونغ يانغ، ولا شك أنه بحاجة إلى انتصار دبلوماسي كبير يعزز موقعه في البيت الأبيض. ثلاثة رهانات يعتمد عليها ترامب كبدائل للحرب، بين الاعتماد على ضغط الصين على بيونغ يانغ، والتحول من لهجة العداء إلى مغازلة زعيم كوريا الشمالية، وأخيرا التلويح بالحرب كرهان أخير. فهل ينجح الرئيس الأمريكي في تحقيق أهدافه في كوريا بدون اللجوء إلى قرار الحرب التي يبدو أنه يعلم تكلفتها الباهظة؟ سؤال من المؤكد أن ترامب وإدارته يفكرون في الإجابة عليه.